أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. من جانب آخر أعلن حزب الأمة السودانية المعارض أن السلطات السودانية اعتقلت زينب الصادق المهدي ابنة زعيم الحزب الذي عاد إلى البلاد مؤخرا من منفاه الاختياري. هكذا شارك الفنان أبو عرك البخيت المحتجين على رهن الأوضاع في البلاد. من سرير مرضه سجل حضوره إلى جانب من نزل الشارع. من صينية الجندول بوسط الخرطوم واصلت كيانات اتحاد المهنيين التظاهر مطالبة برحيل النظام. ورغم الانتشار الأمني الكثيف في الميدان منذ ساعات الصباح الأولى واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، نجح المحتجون في رفع شعاراتهم والمنادات بمطالبهم وسط ترقب محلي ودولي. احنا حقيقة كمحامين نشيد بتعاون كل المحامين، حتى الأجهزة العدلية التي استجابت اليوم لرفع الجلسات تضامنا مع هذا الموقف. وبالتالي أؤكد أن السواد الأعظم من أبناء السودان من المحامين أعلنوا هذا الإضراب لأجل إسقاط هذا النظام ورفع الظلم على المواطن السوداني. الخطاب الرسمي والذي ظل يشير بأصابع الاتهام لجهات خارجية وداخلية معارضة ترغب في تقويض نظام الحكم بالبلاد أكد إصراره على أن السبيل الوحيد للتغيير السياسي هو الانتخابات القادمة، معلنا عدم تورعه في التصدي بالقوة لمن ينشد خلاف ذلك. نحن نعتبر أن التظاهرات إذا كانت تنادي في حل الضائقة المعيشية هذه شراعات مشروعة، كثير من الدول تعاني من ذلك ونحن نقوم بهذه الحلول كحكومة وتوفير كل ما يطلب. أما المحاولات السياسية في حاولة جر البلاد إلى مسألة مسرح عنف وإلى تغيير النظام عن طريق التظاهر هذا شيء مرفوض. نعتقد أن المظاهرات بشكل كلي الآن في حالة انحسار إن شاء الله. وتنادي تنظيمات مهنية وحزبية معارضة باستمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية بالبلاد، بينما تناشد حكومة الخرطوم المواطنين بضرورة الصبر على مظاهر الضائقة الاقتصادية الحالية والتي تسعى لحلها من خلال موازنة العام الجديد. الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في البلاد تدشن أسبوعها الثاني بعد أسبوع من المظاهرات علقت على إثرها الدراسة وأعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال في عدد من الولايات السودانية، إلا أن زخم الشارع لا يزال متواصلا والمطالب الشعبية بضرورة التغيير السياسي في البلاد مستمرة. سالي عثمان، تلفزيون عربي، الخرطوم.